وبنأكد عليها عملي. وتلاحظوا ان احنا بنجيب محاضرين على درجة كبيرة جدا من العلم والخبرة والممارسة الفعلية في شتى مناحي الأمور اللازمة لمهنة المحاماة، وبنجيب محاضرين متخصصين برضو مرتبطين بمهنة المحاماة، وبنجيب علماء في القانون، ودول برضو عالم بمعنى عالم، عالم في القانون وعالم في الواقع، وبيطبق القانون على صحيح الواقع، وإذا كان صحيح الواقع مخالف للقانون بيلغيه ويرفضه. بنجيب قمة السلطة القضائية، بنجيب طبيب شرعي، كبير أطباء شرعيين، ده كله علم، والمحاماة هي علم، والعلم مصدر كل المعرفة، كل أنواع المعرفة العلم. بالعلم تعرف كل حاجة، تعرف كل مصادر المعرفة الخاصة بممارسة مهنة المحاماة، لأن مهنة المحاماة مش نص القانون والمحضر، لا، مهنة المحاماة المهنة الوحيدة اللي لها صلة بكل فروع المعرفة في الحياة، كل فروع المعرفة في الحياة مهنة المحاماة مرتبطة بيها وأساسها، وما فيش دليل بيبنى بمفرده، لا، كل الأدلة بتساند بعضها مترابطة بتكون واقع. كل الأدلة دي من مصادر المعرفة المختلفة، مش الكلمة اللي بتتكتب في المحضر والنص اللي في القانون، لا، ده دول أدوات احنا بنشتغل عليهم، لكن المعرفة بالعلم هي دي مهنة المحاماة، هي دي تخليك تبدع تفكر، لأن العلم أساس كل حاجة، وفوق كل ذي علم عليم، ربنا قال كده خلاص، ده ربنا اللي قال اللي خلقنا، قال العلم أساس الحياة أساس الكون، والعلم ده لعالم، العلم لعالم مسؤول عن البحث بتاعه، عالم بيبحث ويوصل سنين لغاية ما يوصل موضوع البحث، والموضوع البحث يطلع ويعتمد وياخد براءة الاختراع، خلاص بقى علم بنطبقه في الحياة ايا كان نوعه، فهو ده العلم، هي دي المحاماة. ولذلك هنفضل نتعلم كده مدى حياتنا، العلم بحر ما لا ينضب ما بيتوقفش، زي الحياة الروح بيجي لها أجل خلاص، لكن العلم طالما الحياة موجودة العلم موجود، لأنه لا حياة بلا علم خالص مفيش. وربنا سبحانه وتعالى قال برضو في آية أخرى بالنسبة للعلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لسه بتتعلم نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتد القرآن ترتيلا، هذا العلم. بشر حاضر حاضر، قال لما لا يسأل، هي دي اللي احنا طيب، يبقى نتكلم في العلم اهو. انت حضرتك تتعلم على طول، احنا وصلنا بسن كبيرة اتعلمنا، بس ما زلنا بنتعلم وبنتعلم اكتر. ليه؟ لأن ما حدش يدعي المعرفة والعلم، لا، انت طالب علم، طالما انت على قيد الحياة
فأنت طالب علم، أنت طالب علم. ده اللي احنا عايزين دايما نبقى عايشينه وعايشينه جوانا. والنهاردة برضو احنا معانا عالم جليل، بمعنى كلمة عالم جليل، عالم جليل، عالم له دور في الحياة القانونية، عالم درس القانون وتقلد المناصب القضائية إلى أن وصل إلى أعلى درجة من درجات التقاضي، وهو الأستاذ المستشار الجليل أحمد بيمو موافي، نائب رئيس محكمة النقد. هنسمع منه وهنتعلم منه. ده بقى ايه بقى؟ خلي بالكم، ده اللي وصل للعلم لحد نهايته في درجته، ولكن في العلم لسه متواضع. لكن احنا بقى كمحامين هنسمع منه كل حاجه، من الاول ما تبدا الدعوه لغايه ما يصدر حكم نهائي فيها بات استنفذ كافه طرق الطعن اللي احنا كنا بنتكلم فيه. والنهارده هنتكلم على تخصص قانون الاحوال الشخصيه او مسائل الاحوال الشخصيه، تصديقا لكلمه سياده النقيب انه القانون ودراسه القانون بتنظم الحياه الاجتماعيه، ومنها قانون الاحوال الشخصيه اللي بينظم حاله الانسان، حياته الشخصيه، زواج، طلاق، خطبه، نسب، وكل المسائل المتعلقة بهذا الأمر. والمثل قال في الأول، خلوني أفتكر المثل، أن القاضي أو القضاة لا يصدرون أحكاماً بمفردهم، بل إن المحامين من يساعدونهم في صياغة تلك الأحكام بما تسطرونه وبما تدونونه في صحائف الدعاوى. وننطلق ونقول، ما المقصود أو ما هي صحيفة الدعوة؟ أنا عاوز حد بس في كده من حضراتكم يقول لي إيه صحيفة الدعوة؟ إيه صحيفة الدعوة؟ نعم؟ نعم، صحيفة الدعوة، إيه هي صحيفة الدعوة؟ تمام، ده 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 حلو حلو، ده تعريف المادة 63. ماشي 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 ماشي، ده حضرتك، حلو حلو جميل، ده تعريف المادة 63 القانون. أنا مش عاوز تعريف القانون، أنا عاوز الصحيفة بالمفهوم، الرسالة اللي احنا متشبعين بيها. برضك كله ده تعريف قانون، أنا مش عاوز تعريف قانون، أنا عاوز الصحيفة. أنت لما بتصيغ الصحيفة، اتفضل، برضك كلام قانوني ده، أنا عاوز تعريف الصحيفة في كلمة واحدة، مظلمة. مش قريب؟ ها ها ها، اتفضل، برضه كلام قانوني. ها ها، شهادة ميلاد الدعوة، كلام حلو. بس دول كلمتين، احنا قلنا كلمة واحدة. ها؟ طيب. طيب. بنقول صحيفة الدعوة هي رسالة. صحيفة الدعوة هي رسالة. لمن توجه هذه الرسالة؟ أو لمن توجه حضرتك لو بتكتب الرسالة دي بتوجهها لمين؟ للخصم. ماشي، واحد، ولمين تاني؟
للقاضي ماشي حلو، بس القاضي اللي بتوجهها له هل بتوجهها القاضي أول درجة ولا قاضي تاني درجة ولا قاضي؟ ماشي، هنمشيها توديها للقاضي لأنك بتخاطب بيها محكمة أول درجة، محكمة تاني درجة، محكمة الطعن بالنقض، تمام. يبقى بتوجه للخصوم لخصمك، بتوجهها للقاضي، بتوجهها لمين تاني؟ برضك ده كلام قانوني، احنا عاوزين في سياق كلمة الرسالة عشان نوصل منها للمعنى اللي احنا عاوزين نقوله. نه لمين؟ للمجتمع. حلو، برضك للرأي العام. ممكن انت حضرتك بتعد صحيفة بتشغل الرأي العام وقد تكون سببا في ان هي تبقى في يعني تطورات. ها منين تاني؟ نعم للنيابة. الرسالة، يبقى الصحيفة كرسالة بتوجه إلى خصمك، بتوجه إلى القاضي، بتوجه إلى الرأي العام، بتوجه إلى السلطة التشريعية، إنه قد تكون الصحيفة بتاعت حضرتك بتوجهها للمحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية نص ثم يعاد تعديل هذا النص المقضي بعدم دستوريته، بتوجهها حضرتك إلى محكمة الطعن لو رفضت طلباتك أمام أول درجة، فبتبقى برضك أنت بتواجه بالصحيفة بتاعتك الرسالة بتاعتك محكمة الطعن، بتوجهها إلى المشتغلين بالعمل القانوني. حضرتك لما بتسطر صحيفة قد تكون سبباً في إصدار مبدأ قضائي يدرس نظرية. كثير من النظريات القضائية التي أرستها محكمة النقض أصبحت نظريات قانونية. الشاهد من المقدمة إن احنا بنقول إنه الرسالة الصحيفة اللي حضرتك بتدونها، شوف عمق الرسالة، عمق المعنى، عمق أنت بتخاطب بالرسالة بتاعت حضرتك إيه. طيب عاوزين نوصل ده. أنت حضرتك لما بتكتب رسالة أو حضرتك لما تبعت رسالة لزميل حضرتك أو زميلتك في المحكمة والنبي أنا عندي رول كذا وأنا عندي ظروف مش هقدر أحضر، بتعمل له الرسالة بتبقى إيه؟ بتبقى الرسالة إيه؟ رسالة واضحة بتقول له رقم القضية والدايرة ورقم الرول. فالشاهد منه عاوز أقوله إنه بالنسبة لصحيفة الدعوة كذلك الرسالة فيما يتعلق بالصحيفة الدعوة يجب أن تكون محددة واضحة، الصياغة قانونية إلى حد ما، بلاش تكلف يعني، صيغة وموجزة. ليه؟ أن الرسالة لما حضرتك بتبعتها لزميلك وتقول له رقم القضية والدايرة ومعادها الصبح ولا مسائي ولا صباحي، أكيد بتلقى بالنسبة له إيه؟ استجابة، الأمر بالنسبة له واضح. فكل ما حضرتك كانت بالنسبة لك الرسالة بالمعنى اللي احنا قلناه واضحة، يقينا هتجد استجابة من المرسل إليه اللي هو بالنسبة لك. قد يكون الخصم خصمك لو انت بينت الأسانيد القانونية في الصحيفة قد يسلم لك بالطلبات، صح؟ صح ولا مش صح؟ بالأسانيد والسند القانوني والواقعي والأدلة والمستندات قد يسلم لحضرتك بالطلبات، المحكمة قد تقضي لك بالطلبات، محكمة الطعن ممكن تلغي وتقضي لحضرتك في ثاني درجة بالطلبات. كل ده بسبب أن صياغة الرسالة صحيفة الدعوة كانت واضحة ومحددة ومؤيدة بالسند القانوني والسند الايه الواقعي أو الدليل بالنسبة للدعوة. عشان كده احنا بنقول الصحيفة ما هي إلا رسالة وبتبقى من حضرتك للمرسل إليه. طبعا احنا كان بودينا ان احنا يبقى فيه باور بوينت وبعدين عشان خاطر تبقى الكلام يعني التفاعل اكثر، ولكن ان شاء الله المرات القادمة يكون افضل من كده. السمات الرسالة الوضوح والسلاسة والاتساق واللغة القانونية البسيطة والإيجاز غير المخل. الأجزاء الرئيسية للصحيفة الديباجة، اسم المحامي والخصوم والعنوان والمحضرين والكلام زي كده، بعدين تلخيص الوقائع بصورة طيبة، بيان مقطع النزاع أحدد فيه الطلبات، المواد القانونية الحاكمة اللي بتحكم الطلبات بتاعتي، وبعدين السند بطبق السند القانوني على الواقعي أو الواقعي على ضوء اللي أنا النص اللي أنا بستند إليه.
لما يجي الترتيب ده بالتدرج اللي احنا قلنا عليه، تلخيص ومقطع النزاع، المقطع، شوف كلمة مقطع النزاع، أنا بجيب الهدف المحدد والسند القانوني والتطبيق عليه، أكيد هتلاقي في الآخر النتيجة اللي هي بنقول عليها إيه؟ الطلبات الختامية متسقة مع بعضها. الطلبات الختامية، ما في مقدمة، في سند قانوني وكده، بتيجي الطلبات. مش بعض الأحيان بتلاقي ممكن الصحيفة فوق شيء وتيجي الطلبات الختامية، أكيد النتيجة هتبقى إيه؟ إنه الرسالة مشوشة، الشبكة قطعة، النت فاصل ما بين حضرتك كمرسل وبين المستقبل، إذا كان خصمك وإذا كان ممكن جهة الإيه؟ التقاضي. دي مقدمة إحنا حبينا بس إيه؟ نشير إليها في البداية لحضرتك. موضوعنا النهاردة إن شاء الله تعالى هنتكلم على قوانين الأحوال الشخصية، اسمها قوانين الأحوال الشخصية. طيب إيه، ما المقصود بالأحوال الشخصية؟ إيه الأحوال الشخصية؟ أحوال جمع حال، شخصية يعني جاية من الشخص، مش إيه المقصود بأحوال شخصية؟ وليه يعني، أنا عاوز أعرف مفهوم الأحوال الشخصية، إيه المهم يا سيادة المستشار عشان أنت توقفني وتقول لي عرف لي مقصود الأحوال الشخصية؟ بالعكس، ده هو بيت القصيد، لأنه حضراتكم عارفين الأحوال الشخصية ومشكلة تنازع القوانين التي تعتبر استثناء من القاعدة العامة بالنسبة للقانون الإقليمي، فأنا بطبق بالنسبة للأجانب قانونهم الخاص، بالنسبة لمصر عندنا مصريين وغير مسلمين بطبق أحكام الشريعة الطائفية. فيهمني أعرف الأحوال الشخصية ده معناها إيه؟ إيه الموضوعات اللي بتتناولها مفهوم الأحوال الشخصية؟ وهل هي ثابتة ولا متغيرة؟ هل هي ثابتة حتى في داخل الدولة ولا ممكن تتغير؟ أحوال الشخصية، لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والمحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية، ثم قانون المجالس الملية، وقانون إجراءات التقاضي، وقانون محاكم الأسرة، وما يطرح من تعديلات، هل الأحوال الشخصية بالمعنى ده تعتبر هي ثابتة ولا ممكن بتتغير؟ ندي مثال، لما نيجي نقول الزواج غير الموثق مثلا، أو الزواج العرفي مثلا، هل لما يجي أقنن أو أقول مثلا، هل هذه المسألة مسألة خاصة بطرفي العلاقة الزوجية، ولا هل هي مسألة عامة، مسألة قد تمس الشريعة، فبالتالي أبقى أنا محكوم بإطار الشريعة، ما أقدرش أن أنا أتجاوز نطاقها؟ دي نقطة. النقطة الثانية، لما أعرف مفهوم الأحوال الشخصية بعرف نطاق الاختصاص، سواء اختصاص تشريعي القانون اللي بيحكمني، والاختصاص القضائي المحكمة المختصة بنظر الايه؟ بنظر النزاع. فنرجع تاني لحضراتكم، ما المقصود بالأحوال الشخصية؟ ايه الأحوال الشخصية؟ حالة الشخص، الأحوال قلنا مفردها حال، يعني انت لما تقابل صاحبك ولا انت لما تقابل زميلتك بتقول لك كيف حالك او كيف الحال او ما الحال، بتسأل عن ايه؟ مش الحال المزاجي ولا الحال الاقتصادي ولا الحال المادي، تتسألها كده. لكن مقصود بالحال العناصر التي يتميز بها الإنسان عن غيره، الحالة اللي بيتميز بها الإنسان عن غيره، كونه أنثى، مذكر، متزوج، أعزب، أرمل، مطلق، ده المقصود بها الحالة، يسموها حالة إيه؟ شخصية. طيب هل الحالة الشخصية شخصية للأطراف فعلا؟ يعني أنا بالنسبة لي كمشرع، بالنسبة لي كقانون، ماليش علاقة، طالما الشخصية بقى حاجة تخص الأشخاص، أنا بالنسبة لي مش مشكلة كمشرع، اتراضوا بالحالة اللي أنتوا عاوزينها؟ وصلت لحضراتكم معنى وأهمية أن أنا أعرف ما المقصود بالأحوال الشخصية؟ هل هي فعلا أحوال شخصية تهم أطراف الدعوة أو العلاقة، ولا هل هي لها صلة بالأحوال المجتمعية؟ ها؟ يبقى مش أحوال شخصية، مش أي اتنين يقول لك خلاص احنا اتفقنا ان احنا نتجوز مش مشكلة بالقانون خلاص؟ طيب الأحوال الشخصية للأسف القانون لم يعرف
ما المقصود بالأحوال الشخصية؟ القانون لائحة المحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية وقانون نظام القضاء لم يعرف الأحوال الشخصية، حتى لما صدر قانون إجراءات التقاضي 1 لسنة 2000 لم يعرف المقصود بالأحوال الشخصية. قانون محاكم الأسرة ما عرف ليش إيه هي المحاكم الإيه المقصود بالأحوال الشخصية. طيب ده القانون. طب الشريعة الإسلامية عرفت لي الأحوال الشخصية؟ مرادفات ومصطلحات الأحوال الشخصية موجودة في القرآن الكريم. وأنكحوا ما طاب لكم، هو باب النكاح أهو، ها؟ إذا طلقتم النساء، أهو الطلاق، لا تن... ولا ت... إذا طلقتم النساء لينفق ذو سعة من سعته، أهو الإيه النفقة، حرمت عليكم أمهاتكم، هذا بيتكلم على الطلاق مرتان ولا جناح عليهما فيما افتدت به، هو بيتكلم على إيه الخلع. يبقى إذن مفردات الأحوال الشخصية موجودة في الشريعة الإسلامية، ولكن هذا المصطلح لم تعرفه الشريعة الإسلامية، وأول ظهور له على يد العالم والفقيه المصري محمد قدري باشا سنة 1864، ألف كتاباً سماه الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، وضمنه 647 مادة استقاها جميعها من أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة. طيب الشريعة الإسلامية لما جت نظمت الأحوال الشخصية، لا، الشريعة الإسلامية جت بثلاث حاجات: عقائد وعبادات ومعاملات، صح كده ولا في حاجة تانية؟ عقائد وعبادات دي بتنظم علاقتك بمين؟ بربنا. المعاملات بتنظم علاقة الإنسان بالمجتمع. زي ايه المعاملات؟ البيع والإيجار والرهن والزواج، بينظم العلاقة ما بين الأطراف. طيب ماشي، فالشريعة الإسلامية بتقتضي انه أهل المسلمين يخضعوا للأحكام الشريعة الإسلامية، وغير المسلمين يخضعوا لأحكام شريعتهم الإيه الخاصة. يبقى جاني، خلي بالك حضراتكم، أدي أول استثناء أهو من تطبيق القاعدة القانونية، إن أنا بخضع فيما يتعلق بغير المسلمين، عندي تشريع خاص. ده اللي يهمني أعرف إيه المقصود بالأحوال الشخصية، علشان مفهوم الأحوال ده هيوجد له تشريع خاص فيما يتعلق بغير الإيه المسلمين، سواء بما يتعلق بالمسيحيين أو اليهود، طبقا للكلام اللي احنا هنتكلم عليه بعد لاحقا ان شاء الله تعالى. طيب ده بالنسبه للشريعه الاسلاميه. طيب القوانين، تشريعات المقارنه، لان حضرتك مش بتشتغل، ممكن حضرتك تجي لك واحد اماراتي، واحد ايطالي، واحد فرنسي، ويقول لك انا عاوز ارفع دعوى زواج، اثبات زواج، اثبات طلاق. فالقانون تخصص الاحوال الشخصيه بيخاطب الايه ايضا التشريعات الغربيه. تشريعات المقارنه عرفت الاحوال الشخصيه. أول ظهور لمصطلح الأحوال الشخصية حضراتكم تذكره كان في القرن الـ12 والقرن الـ13. فين؟ في إيطاليا. ليه في إيطاليا؟ الولاية الرومانية كان في قانون اسمه القانون الروماني، ده بيطبق على إيه؟ إيطاليا كلها. وكان في قانون المحلي يختص بتطبيق إيه؟ يطبق هذا القانون على إقليم أو منطقة معينة. لما حصل تنازع ما بين القوانين، أنا طبق القانون العام الروماني ولا طبق القانون المحلي، ففرقوا، قال لك لا، احنا نسمي على القانون الخاص القانون المحلي لفظ حال، علشان نستثني المنطقة دي نطبق عليها القانون الشخصي أو القانون المحلي، وسموا من هنا القانون المحلي قانون إيه حال. وقسموا الأحوال إلى أحوال شخصية وأحوال إيه عينية. طيب فرنسا في القرن الـ16 أيضا ظهرت مصطلح الأحوال الشخصية، ولكن في فرنسا فرقوا، يعني في إيطاليا بيعتبر الأحوال الشخصية تشمل الأحوال الشخصية والأحوال العينية. الأحوال الشخصية اللي احنا قلنا الأهلية والحالة وكل ما يتعلق بحالة الشخص، الخطبة والزواج والطلاق، وأضافوا إليه الأحوال العينية اللي هي خاصة بالإيه الميراث والوصية والهبة ومنازعات الوقت. لا، فرنسا فرقت أحوال الشخصية التي تتعلق بحالة الشخص، حالته أعزب، متزوج، مطلق، أرمل، خطبة وما إلى ذلك. الأحوال العينية لا، دي تعتبر أحوال متعلقة بالأموال،
والعقارات، وبالتالي تخضع للقانون الايه؟ قانون العام. فلذلك ظهرت فكرة تنازع القوانين. بالنسبة لك انت كمصر، لما يجي مثلا اتنين اجانب وعاوزين يجي اثبات زواج عندي انا كمصري، انا هطبق عليهم القانون المصري ولا بطبق عليهم قانون بتاعهم قواعد الاسناد اللي خدناها في القانون الدولي الخاص؟ بطبق عليهم القواعد الاسناد. طب اطبقها ازاي؟ ده انا في مصر وعندي سيادة على ارضي، ان انا مفروض كقاضي مصري اطبق قانوني. لا، قواعد الاسناد تعتبر استثناء من إقليمية القانون، ودي قاعدة دولية تحترم والمعاملة بالمثل. فأنا بطبق عليهم الأحكام القانون اللي بينظم العلاقة الأحوال الشخصية. خلي بال حضرتك أنا بقول أحوال شخصية، لكن هو لو جه ارتكب جناية عندي هقول والله أحوال شخصية؟ لا، أنا بطبق عليه الإيه كذا. جه يتكلم في بيع وشراء ووصية وهبة، هتطبق عليه قانون العام ولا طبق عليه قانون الإسناد بتاعه؟ بطبق عليه القانون الخاص. وعرفتوا حضراتكم أهمية إن أنا أعرف المقصود بمفهوم الأحوال الشخصية؟ عشان أعرف، عرفت المفهوم يبقى أنا من خلاله هقدر أعرف القانون اللي أنا بطبقه. طيب الشريعة الإسلامية قلنا، طيب محكمة النقض الوحيدة اللي عرفت مفهوم الأحوال الشخصية وقالت هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية. صفات طبيعية، ربنا خلقني راجل، ربنا خلق حضرتك هانم، خلاص دي في فرق ربنا. أو العائلية، متزوج غير الأعزب غير الأرمل غير المطلق، الابن الشرعي غير الابن من التبني، الكامل الأهلية غير ناقص الأهلية. ده التعريف اللي عرفته محكمتنا، محكمة النقد للأحوال الشخصية. وما عدا هذا التعريف يعتبر أحوال عينية تخضع للقواعد العامة. طيب يبقى الأحوال الشخصية تشمل حالة الأشخاص، الأهلية، الولاية، الوصاية، القوامة، الحجر، اعتبار المفقود ميت، المسائل المتعلقة بنظام الأسرة، الخطبة والطلاق والتطليق والفسخ وما إلى ذلك، خلاص؟ طيب لكن احنا قلنا الأحوال الشخصية ميزتها ان هي بتمس العقيدة شوية، وقلنا الشريعة الإسلامية تركت لغير المسلمين الاحتكام لأحكام شرائعهم، صح؟ وقلنا من ضمن المسائل الأهلية والوصاية، ها؟ وإيه تاني؟ مش الأهلية قلناها من ضمن مسائل الأحوال الشخصية؟ أهلية الشخص، صح؟ طيب ومع ذلك وجدنا المشرع المصري بعض المسائل رغم تعلقها بالأحوال الشخصية إلا أنه أوجد لها تشريعا عاما يخضع له المصريون جميعا بغض النظر عن إيه؟ عن الديانات بتاعتهم أو الديانة بتاعتهم. زي إيه؟ الولاية على النفس بيحكمها المرسوم بقانون 118 لسنة 52، فبالتالي حالات سلب الولاية تخضع ليه كل المصريين. الولاية على المال برضك ينظمها القانون 119-52. الأهلية بينظمها إيه؟ أحكام القانون المدني. الهبة بينظمها برضك القانون المدني. الوقف برضك ينظمه القانون 48-46. الوصايا أيضا ينظمها القانون 71-46. طب المواريث، حد يقول لي بقى، يعني احنا سيبنا الحاجات اللي ايه اللي هي، ها حد يقول لي المواريث عشان بس نعرف بس أهمية ان انا لما اعرف مفهوم الأحوال الشخصية. ما هو القانون الذي ينظم المواريث في مصر؟ هل الشريعة طائفية ولا قانون عام؟ ها؟ قانون كام؟ طيب رقمه كام؟ قانون 77-43 بينظم المواريث. وعلى فكرة القانون ده تعدل بالقانون رقم 219-2017 اللي أضاف حرمان الأنثى من الميراث، أوجد عقوبة قانونية جزائية على اللي بيحرم شقيقته من إيه؟ من الميراث. طيب يبقى احنا عرفنا المواريث تعتبر أحوال شخصية ولا أحوال عينية؟ بالمعنى اللي احنا قلناه من الصبح ده، هي أحوال شخصية ولا أحوال عينية؟ عينية. يعني ايه عينية؟ ها؟ المشرع بيخضعها ليه؟ تشريع عام. طيب المواريث دي اختصاص محكمة الأسرة ولا اختصاص محاكم المدنية؟
أنا بتكلم على الموريث تقسيم التركة وليس إعلام الوراثة. إعلام الوراثة مش ها؟ طب وتصفية التركة؟ واحد توفى عاوزين نصفي التركة بتاعته، مدني ولا أحوال شخصية؟ طيب أحوال شخصية وبنطبق عليها أحكام القانون المدني. طيب مش عاوزين نسترسل كثيرا، أنا عندي قانون أحوال الشخصية قلنا 77 سنة 43. أنا عاوز أسرع، مش هنقف عند الأحوال الشخصية، هي فيها مشكلة طبعا لأنه في عندي قانونين، قانون 77 سنة 43 خلي بال حضراتكم اللي بينظم أحكام المواريث، وعندي قانون تاني صدر 25 سنة 44 وقال الفقرة الأخيرة، هو مادتين القانون ده، الفقرة الأخيرة إذا كان المتوفى غير مسلم جاز لورثته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية أن يتفقوا على تقسيم التركة طبقا لشريعة المتوفى، خلاص. وعندي فأنا عندي قانونين، عندي قانون صدر سنة 43 بيقول أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين صدر تطبق، وعندي القانون اتلاحق 44 أطبق أنه أي غير المسلمين فيما يتعلق إعلام وراثة، واحد توفى أرثوذكسي وقال لحضرتك تعالى ده احنا عاوزين، هتكتب في الصحيفة ايه؟ هتطبق له قانون 77 43 ولا هتطبق له قانون الشريعة الطائفية؟ لازم تبقى عارف المقصود بالأحوال. لا 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 بس انا عشان وقت هوضحها. طيب فبنقول انا عندي قانون، خلي بال حضراتكم لان دي عامله مشكله قانونيه شويه، قانون 77 سنه 43 وقانون لاحق صدر سنه 44 تمام، وبعدين عندي القانون المدني الماده كام 875، قالت ايه الماده 875؟ تعيين الورثه والانصباء وانتقال التركه تسري في شان احكام الشريعه والقوانين الصادره في شانها. يبقى أنا عندي ثلاث نصوص قد يكون فيهم إيه؟ شوية تعارض، قانون 43 وقانون سنة 44 والقانون المدني صدر سنة كام؟ قانون المدني سنة كام؟ سنة 49. طيب القانون المدني واحد هيقول لي ده قانون عام صح؟ وقانون 44 ده قانون إيه؟ خاص، والخاص يقيد العام. الله، طب ما انا عندي قانون خاص تاني برضه، قانون 43 77 سنه 43 اللي قال انه الشريعه والقوانين هي التي تطبق فيما يتعلق بالمواريث، ولا مسائل المواريث تعتبر من القواعد المتعلقه بالنظام العام؟ طيب نتكلم فيها. طيب لما نعرف مقصود الاحوال الشخصيه يا بهوات، قلنا أحوال الشخصية عشان أعرفه بيفرق معايا في حاجتين، بعرف الاختصاص القضائي المحكمة المختصة بالدعوة اللي أنا هرفع أمامها الدعوة، والاختصاص التشريعي القانون اللي أنا هطبقه كقاضي أو كمحامي على إيه النزاع، لأن احنا بنقول فيه مسائل الأحوال الشخصية بيرجع فيها إلى أحكام الشريعة لإيه الشريعة الإسلامية أو أحكام الشريعة الطائفية، فده الفرق وأهمية موضوع الأحوال الإيه الشخصية. طيب أنا يهمني أعرف الاختصاص القضائي إيه المحكمة المختصة بمسائل الأحوال الشخصية؟ ها؟ محكمة الأسرة التي صدر بها القانون 10 لسنة 2004. واختصاص محكمة الأسرة بمسائل الأحوال الشخصية بالمعنى اللي احنا قلنا عليه، وهو فعلا الاختصاص وارد في القانون 1 لسنة 2000 المادة 7 و8 حددت الاختصاص مسائل الأحوال الشخصية، هذا الاختصاص متعلق بالنظام العام. يعني ايه؟ ما ينفعش ان نرفع دعوة قدام محكمة غير مختصة، ولو رفعت الصحيفة امام محكمة غير مختصة المحكمة القاضي يتعين عليه من تلقاء نفسه انه يقضي بايه؟ بعدم الاختصاص، لانه الدفع ده متعلق بالنظام العام. طيب يبقى اختصاص محاكم الاسرة بمسائل الاحوال الشخصية اختصاص حصري واستئساري لا تشاركه فيه ايه؟ أي جهة أخرى. المادة 3 من قانون الأسرة تختص محاكم الأسرة جملة اعتراضية المشرح حاططها دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية الواردة في القانون 1 لسنة 2000. طيب هسأل سؤال وعاوز حد يجاوبني عليه، واحدة كانت عايشة في الكويت وجوزها مصري
واتخانقوا، خدت حكم نفقة ولا حكم عليه في الإمارات، وجات لحضرتك وقالت لك والنبي أنا عاوز أرفع دعوة بتزييل هذا الحكم. هل ما هي المحكمة المختصة بنظر دعوة تزييل حكم أجنبي صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية؟ لا أنا بتكلم على الاختصاص، ها؟ المحكمة الابتدائية والمحكمة المدنية قصدي، ولا محكمة الأسرة؟ محكمة مدنية؟ ها؟ ولا محكمة أسرة؟ ها؟ مصر أحوال مدني ولا أسرة يا أحمد باشا؟ مدني ولا مدني؟ ماشي مش مشكلة، اديله يا عم عشان الراجل ده. يبقى دعوة تزييل حكم أجنبي بصيغة تنفيذية رغم تعلقها بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية، إلا أنها تخرج من اختصاص محاكم الأسرة وتختص بنظرها مين؟ المحاكم الابتدائية المدنية، ونفس الأمر ينسحب على طيب الاختصاص التشريعي. خلاص يبقى عرفنا الاختصاص القضائي، محكمة الأسرة تختص بمسائل الأحوال الشخصية. الاختصاص التشريعي، ما هو القانون واجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية؟ عاوزين نتكلم بقى، نبدأ المحاضرة بتاعتنا من دلوقتي أهو، اللي فات ده كان كله إيه؟ تسخين ومقدمة. عاوزين نعرف ما هو القانون واجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية؟ إيه القانون واجب التطبيق؟ ماشي، قانون إيه؟ لا ما احنا ناس ما فيش حاجة اسمها قانون ده، ها؟ ماشي، 1 لسنة 2000، ها؟ في تاني؟ 10 لسنة 2004، حلو، ها؟ هو ده، هو الكلام ده، هو ده الكلام اللي ايه اللي عجبني. ادي الرئيس والنبي يا زعيم، معلش. يبقى لازم نفرق يا بهوات ما بين القانون الإجرائي والقانون الموضوعي. القانون الإجرائي والقانون الموضوعي، يعني أنا عندي إجراءات معينة، إجراءات معينة بتحكم سير الدعوة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وعندي القانون الموضوعي اللي بينظم وبيحكم موضوع النزاع. يعني قانون إجرائي اللي بينظم المدد والمواعيد، الأهلية، رفع الدعوة، الشط باعتبار حجية الحكم، ده اسمه قانون إيه؟ إجرائي، بينظم إجراءات رفع الدعوة أو طرق الطعن أو مواعيد أو قانون الموضوعي اللي بيحكم موضوع النزاع. طيب يبقى احنا قسمنا قواعد أو القانون واجب التطبيق فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، ينقسم إلى إيه؟ قسمين، قانون إجرائي وقانون موضوعي. قانون إجرائي وقانون، ما هو القانون الإجرائي؟ إيه القوانين الإجرائية اللي بتنظم مسائل الأحوال الشخصية؟ قانون 1 لسنة 2010 لسنة 2004. في قوانين تانية إجرائية بتنظم مسائل الأحوال الشخصية؟ قانون 5 2005، ده قانون إجرائي ولا موضوع بيتكلم عليه 2005؟ لو قلت غلط هاخد الكتاب. ها؟ القانون الإجرائي إيه بهوا التاني؟ طيب ها؟ بنقول القواعد والقوانين، خلي بالكم الكلام ده مهم جدا بجد. احنا انا لسه كنت بقول سيادة المستشار رسالة بنكمل بعضينا، رسالة زي ما احنا خدنا من شيوخنا ومن اساتذتنا، فاحنا بندي حضراتكم الراية بتكملوا، لان احنا بنقول رسالة القاضي ورسالة المحامي او رسالة العدالة عموما رسالة سامية، رسالة صعبة. فكل كلمة او الفقرة في القانون بميزان، الفقرة الواو بتفرق، واو عطف، لا كذا، ها؟ رتب جزاء ما رتبش جزاء، بدأ في بالحصر لا بدأ بالاستثناء. المشتغل بالعمل القانوني ده إنسان متميز، فيجب أن يكون إيه لديه الملكة. وكلية الحقوق ونقابة المحامين خرجت أجيال، يعني لو عدنا نعد القامات القضائية فعلا مش هنحصر، عشان ما نبخش حق حد من المشتغلين بالعمل القضائي سواء في نقابة المحامين أو المحاكم على اختلاف درجاتها. يبقى يهمني أعرف، لأنه موضوع مهم جدا، القانون الإجرائي اللي بينظم سير الدعوة. حضرتك هترفع دعوة،
ايه القانون، لازم افتح القانون واعرف، يقول لي ميعاد الدعوه ارفعها ايه، امتى تبقى دعوه مقبوله، امتى مش مقبوله. الاهليه بالنسبه لي عشان ارفع الصحيفه قبل ما يعمل لي التوكيل، يعمله هو بشخصه ولا بيعتبر، كلام كتير قوي. الاختصاص ارفعها فين، هنا ولا هناك، في موطني ولا موطنه هو، ايه الحاجات اللي هي امر على العريضه والحاجات الولائيه، مهم جدا يا بهوات. طيب يبقى بنقول القوانين الاجرائيه التي تحكم مسائل الاحوال الشخصيه، واحد قانون واحد لسنه 2000 المعدل بالقانون 91 لسنه 2000 اللي بيتكلم على دعوى الحبس، اضاف دعوى الحبس اللي هو امتناع عن النفقه، ثم القانون 10 لسنه 2004 بانشاء محاكم متخصصه لاحوال الشخصيه، تمام، ثم قانون 13 لسنه كام، 68، اللي هو قانون ايه 13 لسنه 68، قانون ايه، قانون المرافعات. طب هو يعني قانون واحد لسنة 2000 وقانون 10 لسنة 2004 قال لي الصحيفة بتودع فين، وقال لي بسلمها ايه، وعدد النسخ ايه، وقال لي الصحيفة تبقى، ما قالش. فانا برجع عشان كده يهمني اعرف القانون واجب التطبيق. يبقى قانون واحد لسنة 2000، قانون 10 لسنة 2004، قانون 13 لسنة 68 قانون المرافعات، ثم القانون 25 لسنة 68 قانون الايه، الإثبات، برضك أنا بطبق قانون الإثبات أمام الأسرة. طيب وبعدين قانون 131 لسنة 48 اللي هو القانون الإيه، المدني، بطبقه في حاجات معينة واردة على سبيل الحصر، ها. وبعديها إيه، في قوانين إجرائية تانية؟ لا، هم القوانين دي. نرجع لنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون واحد لسنة 2000 التي الخاص بإصدار قانون تنظيم أوضاع إجراءات التقاضي أمام الأحوال الشخصية، بيقول تسري أحكام القانون المرافق في على إجراءات التقاضي. القانون المرافق اللي هو إيه، يقصد قانون واحد لسنة 2000 على منازعات التقاضي في أحوال الشخصية، ويطبق أهو فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانون الإيه، المرافعات فصلة، وأحكام قانون الإثبات فصلة، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية الإيه، التركات، في شأن إدارة وتصفية الإيه، التركات. يبقى أنا عندي، وبعد كده صدر قانون الأسرة، قانون 10 لسنة 2004، تمام، وهو أحال لقانون 1 لسنة 2000، أي نعم أورد مواد جديدة وتنظيم جديد باستحداث محاكم متخصصة ونيابة الأسرة ومكاتب التسوية، لكن العمود أو الأساس أو العماد في إجراءات التقاضي هو قانون واحد لسنة إيه؟ سنة 2000. طيب هو ده قانون إجرائي؟ قانون موضوعي. إحنا بنقول الإجرائي بينظم، أهو نبدأ نقول المادة الأولى، أول مادة تحسب المدد والمواعيد بالسنة الميلادية، ده قانون إجرائي مش موضوعي، تمام؟ يبقى القانون الإجرائي التي القوانين الإجرائية اللي أنا برجع لها لما باجي أكتب صحيفة أو المدد واستئناف ومعيد والتنظيم الإجرائي لأحوال الشخصية محاكم الأسرة، قانون واحد لسنة 2000، قانون 10 لسنة 2004، ثم لو ما لقيتش نص بيعالج القضية اللي عندي أو الحالة اللي عندي، برجع للقواعد العامة في قانون المرافعات، ثم أرجع للقواعد الواردة في قانون الإثبات، ثم أرجع للقانون المدني في خصوص المادة 875 المتعلقة بتصفية التركات فقط لا غير. ده القانون الايه، الاجرائي. القوانين الموضوعية هنتكلم عليها بعدين، بس قبل ما نسيب القوانين الاجرائية، الله، طب وهو تفرق ايه يعني المشرع خلاه يعمل لي قوانين خاصة يعني الاجراءات التقاضي، ما كان عملها في قانون المرافعات بيخضع له كل الايه، الدعاوى مدني وتنفيذ وكله، وحتى الجنائي لو ما فيش نص في قانون إجراءات الجناية أنا ممكن أرجع لقانون المرافعات. ليه يعني المشرع؟ هل حضراتكم بخبرتكم وما أوتيتم من تدريب عملي الفترة اللي فاتت من ساعة التخرج لاحظتوا أوجه اختلاف في القواعد الإجرائية المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية عن القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات؟ تفضل. إيه؟ ماشي، دي نقطة. ماشي، ها، في مسائل تانية؟ ها،
ماشي. ها حلو، في تاني؟ ها ها ايه؟ لا لا لا، العرض الصلح ماشي. ها برافو، حلو جميل، هو ده هو ده الشغل، هو ده هو ده. ها ايه تاني؟ ماشي، في وسائل اكراه بدني. ها ها ماشي، حلو مرش حلو برضك، كله مسائل اجرائيه. ايه تاني؟ ها نقول عشان ما نضيعش الوقت. ماشي حلو برضك. ها ها تشكيل المحكمه، برافو حلو برضك. ها ان هنا في دايره ثلاثيه ثلاث قضاه، هنا بينضم اليها خبير اجتماعي ونفسي وحدهم امراه وكمان عضو نيابه. ها ايه تاني؟ ها التخلي، التحري، ده يعني من ادله الاثبات. ها في حاجه تانية؟ ايه هي؟ هي حلوه النقطه دي، هي النقطه ممتازه قوي 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 النقطه دي، انت ممتازه ممتازه قوي النقطه دي. ها كتابك اهو موجود، مذكره متواضعه في مسائل المواريث وتقسيم التركه، فجهد يعني نفحه طيبه كده يعني. طيب نبدا ونقول هناك بعض الاستثناءات التي خصها او خصتها قوانين الاحوال الشخصيه في اجراءات التقاضي على منازعات الاحوال الشخصيه تختلف عن القواعد العامه في قانون المرافعات. اول هذه القواعد التوقيع على صحف الدعاوى، هناك بعض الدعاوى استثنى المشرع فيها عدم استلزام توقيع محامي. طبعا حضراتكم ممكن هتزعلوا، الله ده انت ست لو عرفت المعلومه دي لا هتقول لك محامي وهتكتب من نفسها ومش عاوزه كده، تمام؟ فالمشرع الماده 3 فقره 2 قانون 1 لسنه 2000 وايضا الفقره قانون 10 سنه 2004 لم يشترط في دعاوى، ها دعاوى ايه؟ النفقات والاجور وما في حكمها والمصاريف من توقيع محامي. هذه الدعاوى فقط لا غير، هذه الدعاوى فقط لا غير، تمام؟ دعاوى النفقات بأنواعها، نفقة زوجية، نفقة أولاد، نفقة أقارب، لا يشترط توقيع والله لو المحامي وقع خير وبركة، لكن قصدي طبعا حضراتكم عارفين القانون رتب بطلان الصحيفة في حال خلوها، وبندي احنا في الطعن بالنقد عدم بطلان الطعن لعدم التوقيع على الايه؟ على الصحيفة. فالمشرع استثنى دعاوى النفقات والأجور، أجر الحضانة، أجر الرضاع، أجر الـ تمام؟ من استلزام توقيع محامي، والمصاريف، مصاريف دراسية، مصاريف علاج، كل دي تعتبر لا يشترط فيها توقيع محامي، دي واحد. ما عدا الباقيين. الثاني، الأمر الثاني، المشرع استثنى هذه الدعاوى من الرسوم، دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها معفاه من الرسوم. ليه؟ معروف واحدة مطلقة وعاوزة نفقة، أنا كمشرع هرهقها كمان بمصروف مصاريف تقاضي؟ لا، تعفى دعاوى النفقات والإجمالي اللي احنا قلناه، نفقة زوجية، نفقة أقارب، نفقة أبناء، والأجور والمصاريف كلها تعفى من ايه؟ من النفقات. تعفى، نطاق الإعفاء الرسوم التي تسدد عند رفع الدعوة، رسوم الاستئناف، رسوم التماس إعادة نظر، رسم عاوز شهادة من الجدول، رسم عاوز صورة تنفيذية، رسم عاوز رفع دعوة تصحيح، رسم إنقاص مفروض، إبطال مفروض، كل ده معفي من الرسوم القضائية في كافة مراحل التقاضي بما فيها المصاريف وبما فيها ايه؟ اتعاب المحاماه باعتبارها جزء من الايه؟ المصاريف. يبقى السؤال الاهم قبل ما نسيب النقطه دي، هل دعاوى المتعه تعتبر من دعاوى النفقات؟ دعاوى المتعه الماده 18 الست اللي بترفع دعوه بالتعويض للمتعه
تعتبر من دعاوى النفقات وتأخذ حكمين نفس الحكمين اللي قلنا عليهم لا يشترط توقيع عليها وتعتبر معفية؟ ها؟ ليه؟ حد عنده رأي غير كده؟ حد عنده رأي غير كده؟ فعلاً خلي بال حضراتكم، دعوى المتعة لا تعد من دعاوى النفقات ولا تخضع للاستثنائين اللي احنا قلنا عليه، فبالتالي يجب توقيع صحيفتها وإلا تعتبر الصحيفة بطلة، يجب سداد الرسوم وإلا تعتبر يعني برضك في حاجة إجرائية مش مظبوطة. الفرق ما بين دعاوى المتعة ودعاوى النفقة إيه الفرق؟ دعاوى النفقة قلنا لا يستلزم فيها توقيع، معفية أحكامها نافذة بقوة القانون بمجرد صدورها، يجوز اقتضاء النفقة المقضي بها من بنك نصر الاجتماعي، يجوز في حالة امتناع المحكوم عليه عن التنفيذ ان انا اعمل ايه؟ ارفع عليه دعوة لايه؟ الحبس. تمام؟ طيب الحاجات دي موجودة بالنسبة للمتعة، يعني يرفع الزوج ما رضيش يدفع مبلغ المتعة، ينفع ارفع عليه دعوة حبس؟ ينفع اروح لبنك ناصر واقول له والله ده الراجل ده مقتدر بعد اذنك اديني؟ ينفع الحكم بتاعها يكون نافذ بقوة القانون ولو مع حصول استئناف وطعن عليه يبقى معفي؟ وضح لحضراتكم الفرق الدقيق ما بين ماشي. هو اللبس دايما بيحصل انه دايما لما بيكون ما عنديش حكم نفقة او انه تقدير المتعة دايما بيكون يتخذ مبلغ النفقة هو الذي يتخذ اساسا ومعيارا اللي انا من خلاله بقدر الايه؟ المتعة. فعشان كده دايما بيحصل ايه؟ لبس. انا الست خدت نفقة 500 جنيه فانا بحسب نفقة سنتين بضربها في الايه؟ 500 جنيه. فدايما بيحصل اللبس من هنا، يقول لك طالما انا بحط مبلغ النفقة في المتعة فبالتالي المتعة تعتبر زي ايه؟ النفقة. لا، في فرق ما بين المتعة وبين النفقة. تمام؟ تمام. طيب وقلنا من ضمن الحاجات التانية بالنسبة للإجراءات التقاضي ان ملف للأسرة، قانون محكمة الأسرة نص على انه ينشأ ملف للأسرة عند رفع ايه؟ اول دعوة. استثناء ثالث انه يجوز لمحكمة الأسرة ان تعقد الجلسة في غرفة مشورة في الحاجات المتعلقة بالايه؟ بالنظام العام والاداب، يجوز ان تعقدها في غرفة مشورة ولكن شريطة ان يكون النطق بالحكم في جلسة ايه؟ علنية. طيب نرجع تاني، اهم النقط التانية ايه؟ الاختصاص المحلي، اصدار احكام مؤقتة نفقة وقتية خلال 15 يوم، حاجات استثنائية مش موجودة في القواعد العادية، حكم النفاذ لازم حكم نهائي وزي البصيغة التنفيذية وإعلان السند التنفيذي وإجراءات. لا، ده أنا عندي قانون الأحوال الشخصية قال لي أحكام النفقات ممكن تاخد حكم نفقة وقتية واجب النفاذ خلال كام؟ أسبوعين على الأكثر. يجوز بس بشرط حضرتك تطلب في الصحيفة وتكتب المبررات، والقانون أوجب على القاضي أنه يصدر حكم غير مسبب واجب النفاذ فورا بتقرير نفقة وقتية. طيب يجوز للمحكمة أن تصدر أحكام وقتية أثناء سير الدعوة فيما يتعلق بمنازعات الصغير، الرؤية والضم، تعتبر ده استثناء أن المحكمة تصدر أحكام وقتية أثناء سير الدعوة وهذه الأحكام واجبة الإيه؟ النفاذ. طيب نرجع للنقطة اللي بعد كده المهمة بقى، قلنا الإعفاء من الرسوم تكلمنا عليه، المتعة قلنا لا تعتبر من النفقات. طيب النفقات بترفع من مين؟ الزوجة، قلنا في نفقة أقارب وفي نفقة أبناء. طيب المتعة الزوجة، هل يجوز لورثة الزوجة يرفعوا دعوة على الزوج؟ دعوة متعة، دعوة شخصية. طب لو رفعتها وتوفت عليها رحمة الله بعد ما أودعت الصحيفة قلم الكتاب تتشطب؟ طيب طيب عرض الصلح برضك من ضمن المسائل الخاصة بأحوال الشخصية زي ما قال زميلنا إنه في دعاوى الطلاق، هو القاعدة العامة في كل دعاوى الولاية على النفس يجب على المحكمة أنها تعرض الإيه؟ الصلح، وخاصة تعرض الصلح مرتين في دعاوى الطلاق والتطليق والفسخ وما إلى ذلك.
لكن خلي بال حضراتكم عندي نقطة، وده اللي بنقول عليه الإبداع، ونشوف محكمتنا الموقرة محكمة النقد أرست مبدأ جميل: وإن كان المشرع استلزم عرض الصلح في كل دعاوى الولاية على النفس، لكن على إطلاقها ولا هناك حكمة تشريعية من المشرع تغياها بهدف عرض الصلح؟ ليه في دعاوى الولاية على النفس استلزم عرض الصلح؟ الهدف منه الحفاظ على الأسرة، رأب الصدع بدل ما يقع الطلاق. فالمشرع لذلك هو تشدد في المادة 18 فقرة 2 وقال يجب على المحكمة أنها تعرض الصلح مرتين لو كان فيه إيه؟ فيه ولد، وتفصل بينهما بمدة. الهدف إن أنا عاوز أحمي الأسرة دي من إيه؟ من التشتت. طيب لو انتفت الحكمة، هذه الحكمة، يبقى إذا ليس هناك مبرر لإيه؟ لعرض الصلح. زي إيه؟ دعوة متعة، دعوة المتعة، الست اتطلقت وخلاص وعاوزة فلوس، عاوزة تعويض، دعوة المتعة، هل يلزم أو المحكمة أول درجة ما عرضتش الصلح ينفع حضرتك الزوج يجي يقول لك كذا، تقول له لا ده أنا هرفع استئناف والحكم ده باطل لأنه المحكمة لم تعرض الصلح، محكمة أول درجة في دعوة المتعة؟ لا. ليه؟ لأنه الحكمة خلاص، هو حكمة المشرع أنه حفاظ على الأسرة، ولذلك بعض الدعاوى لو انتفت الحكمة منها لا يلزم عرض الصلح. طيب مثال تاني، لو دعوة بطلان، بطلان زواج مثلا، زواج ثاني عند الأقباط الأرثوذكس، طب هيتصل على إيه؟ دعوة أقامتها النيابة لتفريق بين زوجين زواج أقارب، طب أنا هعرض الصلح في إيه؟ يعني في حاجات متعلقة بالحل والحرمة لا يجوز التصالح فيها أصلا، لأن حاجات متعلقة بالإيه؟ بالحل والحرمة. طيب القيد اللي بعد كده والاستثناء وجوب اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الإيه؟ الأسرية. والقيد ده خاص بدعاوى معينة، والمحكمة رتبت جزاء عدم القبول لو أنا لما ألجأ إلى مكتب تسوية المنازعات في الدعاوى دي. الدعاوى دي اللي هي إيه؟ الدعاوى التي فيها الصلح. ولكن يستثنى من الدعاوى التي لا يلزم اللجوء فيها لمكتب تسوية المنازعات الأسرية الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الإيه؟ الوقتية. بطبيعتها تلاقي الأربع استثناءات دي دعاوى إيه؟ فيها نوع من الأهمية، سواء دعاوى مستعجلة، منازعات التنفيذ بتتكلم على التنفيذ، الأوامر الوقتية بتعالج حالة إيه؟ وقتية. طيب القيد الثاني والأهم للمحكمة تبصرة الخصوم بما يتطلبه حسن سير الدعوة. يعني المحكمة لو استشعرت من الست مثلا ترفع دعوة نفقة ومش عارفة تطلب تقول للقاضي أعمل تحري، فليس هناك ما يمنع طبقا لنص المادة 4 من القانون أنه يبصر الخصوم بمقتضيات سير الإيه؟ العدالة. طبعا خلي بال حضراتكم فرق كبير ما بين تبصرة الخصوم وبين إفصاح المحكمة عن عقيدتها، شتان. خلي بالكم لأنه دي نقطة قد تكون دقيقة شوية، ما بين أنه المحكمة تستعمل النص القانوني البداية الحق تبصر الخصوم، الست تروح تعمل إعلان لم يستدل ومش عارفة، فيعني ليس هناك ما يمنع ممكن المحكمة تقول تطلب التحري مثلا أو إعلان في مواجهة النيابة أو ما إلى إيه؟ ما إلى ذلك. حضور خبيرين في جلسات الدعوة أمام محاكم الأسرة يعتبر برضك من ضمن الحاجات الاستثنائية. تمثيل النيابة في منازعات الأسرة يعتبر من ضمن المنازعات الحاجات الخاصة بمسائل الأحوال الشخصية. الاختصاص المحلي، خلينا نقف عند الإيه؟ الاختصاص المحلي. القاعدة في قانون المرافعات في الاختصاص المحلي المادة إيه؟ 49 بتقول محكمة موطن المدعى عليه. طيب لا، أنت رفعت الدعوة قدام محكمة المدعي والمدعى عليه حضر وما تكلمش، فيها مشكلة؟ فيها مشكلة؟ رغم أن أنت رفعت الدعوة قدام محكمة بتاعتك أنت كموطنك أنت كمدعي، فيها مشكلة؟ ليه؟ رفعت دعوة مدنية، أنا ما أتكلمش على دعوة أسرة، رفعت دعوة مدنية؟ نعم؟ قاعدة متعلقة؟ مين قال؟ حد قال كده؟ هل الاختصاص المحلي، ده أنا لسه بضرب مثال يا ريس، هل الاختصاص المحلي يتعلق بالنظام العام؟ لا مش متعلق، ما أنا بقولك المدعي عليه حضر وسكت. لو متعلق بالنظام العام أنا كمحكمة أدي عدم اختصاص وأحيلها للمحكمة المتعلقة.
خلاص. يبقى ده الفرق الاول يا بهوات، انه القاعده العامه في قانون المرافعات 49 اختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام، يجب ان حضرتك تسيره وتتمسك به في الدفع او في المذكره، وتقول انا بدفع بعدم اختصاص المحكمه محليا، يا محكمه حليها لي المحكمه كذا. ده في الايه؟ في المدني المرافعات. عندي الفرق الاول في الاسره، لا انا عندي الاختصاص المحلي اصبح متعلقا بالنظام العام. الفرق الاولاني اللي هو الماده كام؟ الماده 12 من قانون 10 لسنه 2004 قال تكون محكمه الاسره المختصه محليا اول محكمه ترفع اليها اول دعوه بين الزوجين، اول محكمه او المحكمه التي ترفع اليها اول دعوه بين الزوجين تكون مختصه ايه؟ محليا بسائر المنازعات التي ترفع بعد ذلك، سواء من الزوجين او من الابوين او من الابناء او بالعكس يمكن حتى لو من النيابه العامه عاوزه ترفع دعوه في الدعاوى التي يجوز في النيابه العامه، يجب ان تتقيد بنص الماده 12. وبالتالي نعرف من كده ان الاختصاص المحلي استثناء من القاعده العامه في المرافعات يتعلق بالايه؟ بالنظام العام. خلاص، بس ليه؟ اول دعوه ترفع. خلاص، الاستثناء الثاني القاعده العامه في القانون المرافعات انه الدعوه ترفع امام محكمه المدعى عليه، لا انا عندي قانون الاحوال الشخصيه القانون 1 سنه 2000 وايده قانون 10 سنه 2004 انه ترفع الدعوه امام محكمه الايه؟ المدعي او المدعى عليه في دعاوى معينه. الدعاوى اللي هي التيسير، النفقه والرؤيه، الضم، الطلاق والتطليق، في الست او المدعي يكون بايه؟ الخيار يرفع دعواه هنا او يرفع الدعوه امام محكمه الموطن المدعي ايه؟ المدعي عليه. طيب تمام، يبقى يتحدد الاختصاص المحلي في دائره موطن المدعي المدعي عليه في الدعوه التي ترفع من الاولاد والزوجه والوالدين والحاضنه في المواد الاتيه اللي هي دعوى النفقات والاجور والحضانه والرؤيه والمهر والتطليق. ويطبق نفس الكلام الاستثناء في حاله الاوامر الوقتيه، لو حضرتك او حضرتك هترفع تتقدم لرئيس محكمه الاسره بامر وقتي ايضا ملتزم بهذا الايه؟ هذا القيد. طيب خلاص، ايه تاني استثناءات؟ اهليه التقاضي. قال حضرتك المدعي او المدعيه وقالت لك والله انا عاوز اعمل لك توكيل عشان ترفع لي ايه؟ قضيه زواج عرفي، اثبات زواج. ما هي الاهليه المتطلبه لرفع الدعاوى عموما؟ ها، كم سنه؟ 21 سنه، تمام، واللي هي تعتبر هي اهليه الولايه على ايه؟ على المال. طيب بالنسبه للاحوال الشخصيه اهليه التقاضي كم سنه؟ 17 18 اصل حد بيقول كده 15 سنه فعلا. يبقى ده استثناء ولا مش استثناء من القواعد العامه؟ استثناء. لازم يهمني اعرف الفروق، ان احنا بنتكلم في الاحوال الشخصيه. اهليه التقاضي في احوال الشخصيه 15 سنه، ويحسب السنه بالتقويم الايه؟ الهجري ولا الميلادي؟ الميلادي. ليه؟ هو انا بطبق قاعده اجرائيه ولا قاعده موضوعيه؟ اهليه التقاضي دي تعتبر مساله اجرائيه ولا موضوعيه؟ ها، موضوع مساله اجرائيه. طب امتى اطبق التقويم الهجري؟ برافو على حضرتك، هو ده الكلام، ان انا لما بطبق قاعده موضوعيه العده لازم بطبق بحسب المدد بالتقويم الايه؟ الهجري. يبقى خلي بال حضراتكم، طيب اهليه التقاضي 15 سنه على اطلاقها كل مسائل الاحوال الشخصيه ولا مسائل ومسائل؟ ها، مسائل ومسائل، مسائل ومسائل. طيب ها، اهليه التقاضي تطبق على اطلاقها في مسائل الاحوال الشخصيه 15 سنه ولا دعاوى ودعاوى؟ ايه اللي ايه؟ ايه دعاوى ايه؟ لا، طيب هنقول اهليه التقاضي بتكون 15 سنه فيما يتعلق بدعاوى الولايه على النفس فقط لا غير. الولايه على النفس اهليه التقاضي يكفي ان يكون بلوغ الشخص 15 ايه؟ سنه. لكن دعاوى الولايه على المال، حضرتك مش لما تيجي ترفع الوصايه بيرفع الوصايه بعد كام سنه؟ كام؟ 21. يبقى لازم نفرق ما بين الولايه على النفس والولايه ايه؟ على المال. خلاص؟ طيب
يبقى الولاية على النفس 15 سنة. طيب حلو، يعني لو المادة تثبت أهلية التقاضي لمن أتم 15 سنة طبعا لازم يكون إيه؟ متمتع بقواه الإيه؟ العقلية. طيب القاعدة دي بطبقها على مين؟ على المسلمين بس ولا غير المسلمين والأجانب؟ قاعدة عامة لأنها وردت في قانون واحد لسنة 2000. أنا نسيت ما أقول لكم، قانون إجراءات التقاضي أو قوانين إجراءات التقاضي، وده الفرق بينها وبين القوانين الموضوعية، أنها تطبق على الجميع داخل حدود المحاكم والأراضي المصرية، سواء تعلقت بمصريين أو أجانب، ومصريين طبعاً باب أولى إذا كانوا مسلمين يهود أو غير مسلمين. خلاص؟ يبقى دي قانون قاعدة عامة بتطبق على الجميع، تمام؟ طيب أحسب المدة إزاي؟ 15 سنة وصل سن التقاضي 15 سنة بالإيه؟ ها؟ ما أنا فاهم، إيه؟ وقت رفع الدعوة، وقت رفع الدعوة هو المعيار اللي أنا أقدر أقول إنه بلغ 15 سنة. سؤال مهم بقى واللي هيجاوبوا عليه يعني مش عاوز أقول هبة ممتن ليه تمام الامتنان. هل الأهلية، هل الأهلية بلوغ الشخص سن 15 سنة فيما يتعلق بالولاية على أو عموماً يعني في الدعوة المدني العادي، هل هي شرط لقبول الدعوة ولا شرط لصحة انعقاد الخصومة؟ أو أسهلها أكتر، أسهلها أكتر على حضرتك، هل هي دفع شكلي دفع موضوعي؟ حضرتك فوجئت انه مثلا المدعي عنده 14 سنة وانت مدعي عليك، هل دفع شكلي ولا دفع موضوعي؟ طب ايه الفرق بين الدفع الشكلي والدفع الموضوعي؟ تمام، برافو على حضرتك. ما خدتش؟ طيب حاضر، يبقى نرجع لنفس السؤال، الأهلية هل هي دفع شكلي ولا موضوعي؟ شكلي ولا موضوعي؟ بيتكلم بصحة انعقاد الخصومة ولا قبول الدعوة؟ طيب ماشي، طيب هنقول ان هي تعتبر دفع شكلي، خلاص؟ هي دفع شكلي، والدفع الشكلي زي ما قال الرئيس انه بيتكلم على انا بواجه انعقاد الخصومه، بواجه اجراءات الدعوه، مش بتكلم في موضوع الدعوه. لكن الدفع الموضوعي لا، ده انا بخش ايه قاصدا موضوع الدعوه عشان ادي رفض للدعوه او رفض بعض الطلبات في الايه في الدعوه، لكن انا بخلص القضيه من ناحيه الايه الشكل، فبنقول عليه دفع ايه شكلي. طيب ايه الفرق ما بين الدفع الشكلي والدفع الموضوعي في الحته دي؟ لو حضرتك المحاضر عن المدعي عليه وكان المدعي اقل من 15 سنه، ايه اللي بيحتموا عليك مقتضيات الدفاع او الكلام القانوني؟ برافو على حضرتك، انه بنقول دفع شكلي يسقط بمجرد التكلم في الموضوع. يبقى أول حاجة لما تيجي تشوف شهادة الميلاد بتاعة المدعي وعامل توكيل للأستاذة وهو عنده 15 سنة إلا شهر مثلاً، والعبرة بوقت رفع الدعوة، خلي بالكم لسه هسأل سؤال تاني بس مش عاوز أقوله عشان ما تشوتش مني، لو هو بلغ السن أثناء الاستئناف، تمام؟ بس عشان ما ننساش السؤال. طيب يبقى دفع شكلي لما حضرتك تعرف إن المدعي سنه أقل من 15 سنة، يبقى أول حاجة تعملها أدفع بالإيه؟ بالدفع الشكلي. ده تكلم في الموضوع، لا ده التحري، ده اطلب معرفش ايه، يبقى كده انت اسقطت حقك في الايه. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه انه دفع شكلي اي غير متعلق بالنظام العام، يعني انا ماليش دعوه لو انت حضرت وسكت ولم تبدي هذا الدفع، المحكمه غير مش من حقها تتكلم في الدفع ده من تلقاء نفسها، يجب ان حضرتك ايه تتمسك بيه. دفع شكلي انه يجوز التنازل عنه، ولو حضرتك تكلمت في الموضوع وسقط حقك صعب جدا انه ايه انه يرجع لحضرتك. طيب حضرتك المدعي عنده اقل من 15 سنه وخد عليك حكم، ولما اعلنوك بالحكم ما كنتش تحضرت امام اول درجه، ده يحتم على حضرتك لما تيجي تعمل استئناف تعمل ايه؟ اول سبب
ابديه في صحيفه الاستئناف الدفع بايه؟ بالدفع الشكلي. اول ترتيب لازم يبقى الترتيب رقم واحد. جبته رقم اثنين، لا شكرا، ما تزعلش من المحكمه لو ايه ادت لك ايه رفض. الدفع الشكلي يجب ان يكون دفع صريح وجازم ويطلب من المحكمه بصوره واضحه. طيب السؤال الاهم بقى، ما الحكم؟ ما الحكم لو بلغ القاصر اللي هو اقل من سن التقاضي اثناء الاستئناف؟ جيت في الاستئناف الراجل كان خلاص ده وصل طبعا 16 سنه، القضيه خدت لها سنه، العبره بوقت رفع الدعوه وبلوغ القاصر او الصغير اللي هو دون نقص الاهليه لا يصححه ولا يكمله ايه بلوغه السن امام محكمه الايه الاستئناف. طيب محكمه اول درجه، محكمه الاستئناف تتصدى ولا تتصدى وترجع لمحكمه اول درجه؟ طيب نخش بعد كده على خلاص عرفنا الحاجات الاجرائيه، لسه ما زال عندنا في جعبة القوانين الإجرائية الكثير من الاستثناءات اللي مش موجودة في القوانين الثانية مرافعات. هذه القيود هنخش عليهم على طول. القيد الدعاوى التي يقل فيها سن الزوجين عن 16 سنة، السن المحددة قانونا المادة 16. الدعاوى عن الزواج غير الموثق، المادة لا تقبل الدعاوى الناشئة عن الزوجية إذا كانت سن الزوجين أقل، إذا كان الزواج غير موثق عند الإنكار. ودعوى الطلاق والتطليق بالنسبة للزواج أيضا غير الموثق، وبالنسبة لدعوى الطلاق بين الزوجين غير المسلمين اللي هما مختلفين الطائفة والملة. طيب نرجع للقيد الأول، السن أقل من 15 سنة أو أقل من السن القانونية، المادة بتقول إيه؟ المادة 17، لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد زواج إذا كان سن الزوجة تقل عن كام؟ 16 سنة، وسن الزوج تقل عن كام؟ 18 سنة. خلي بال حضراتكم، قانون 126 لسنة 2008 أضاف لقانون 143 شأن الأحوال المدنية نص المادة 31 مكرر، لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين كام؟ 18 سنة. يبقى أصبح أنا عندي سن الزواج، سن التوثيق بالنسبة لي كام؟ 18 سنة، رغم إن أنا عندي نص القانون ما زال لسه بيفرق ما بين الرجل والمرأة، المرأة 16، تمام؟ وفي نفس الوقت قرار وزير العدل حظر على الموثقين توثيق عقود زواج تقل عن السن اللي ايه سن كام؟ 18 سنة. مين هم الموثقين عقود الزواج؟ المأذون والموثق المنتدب والموثق في الشهر العقاري والقناصل الموجودين وأعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج، دول يقوموا بأعمال الايه التوثيق. طيب النص بيقول لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد زواج إذا كانت سن الزوجين. النص هنا واضح وصريح، سن الزوج والزوجة أقل من السن القانوني يبقى الدعوى إيه؟ غير مقبولة. هل النص هنا مرهون بحالة الإنكار إن يكون الزوج أصلاً أنكر العلاقة الزوجية؟ يعني الزوج حضر وقال لك أنا موافق أنا متجوزها فعلاً وسنهم أقل من السن القانونية، الدعوى تبقى مقبولة؟ ليه؟ لأن النص هنا متعلق بحاجة قانونية ملهاش علاقة بالإيه؟ بالقبول ولا الإنكار، الفقرة الثانية اللي احنا هنتكلم عليها. يبقى إذن نطاق عدم القبول نطاق إيه؟ عام، سواء في إنكار سواء في إنكار أو فيه إقرار، طالما السن أقل يا جماعة يبقى الدعوة إيه؟ غير مقبولة. هذا الدفع يعتبر دفع إيه؟ موضوعي. عدم قبول الدعوة لكون الزوجين سنهم اقل من السن القانونيه ده دفع شكلي ولا دفع موضوعي؟ ها؟ عدم قبول الدعوه لعدم السن بالنسبه للزوجين شكلي ولا موضوعي؟ دفع شكلي ولا موضوعي؟ لا، دفع موضوعي، ويتعلق بالنظام العام وعلى المحكمه ان تقضي به من تلقاء نفسها، تمام؟ طيب ومحكمه اول درجه تستنفذ به ولايتها، يعني لو محكمه اول درجه قبلت الدعوة وجي أحد الطرفين أو النيابة العامة استأنفت طبقا للقانون من حقها تستأنف، فالمحكمة الاستئناف لما تلاقي السن أقل فبتقضي بالإلغاء وتتصدى وتدي عدم قبول، مش ترجع لمحكمة إيه؟ أول درجة. طيب الحكم الذي يقضي بعدم قبول الدعوة لعدم بلوغ الزوجين السن القانونية يحوز الحجية؟
يعني يمنع ان هم بعد ما يبلغوا السن يرفعوا دعوة تانية؟ ها؟ لا يحوز حجية، وبالتالي لا يمنع لو بلغوا السن القانونية يرفعوا دعوة ايه؟ تانية طبعا. تمام؟ حاضر. هنقول الحالة التانية قيد عدم قبول الدعاوى الناشئة عن الزواج غير الموثق، برضك الفقرة التانية بتقول لا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على 1 أغسطس 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، اللي هو بنوع عليه بين قوسين الزواج الايه؟ العرفي. تمام؟ لو كان الزواج غير موثق وأثير بشأنه نزاع ورفعت الدعوى أمام محكمة الأسرة، فالمحكمة تقضي بعدم قبول الايه؟ الدعوى. امتى؟ لما يكون المدعي عليه ايه؟ أنكر العلاقة الزوجية. لكن لو هو حضر وسلم بالطلبات يبقى خلاص الدعوة بالنسبة لي ايه؟ مقبولة، ما فيش مشكلة. طبعا عدم القبول له شروط. واحد، أن تكون الزوجية دي قائمة وتالية 1 أغسطس 1931، اللي هو صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. ألا تكون الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية. أن يكون هناك إنكار للزوجية. طيب ما المقصود بالإنكار؟ يعني إيه الزوج يجي ينكر؟ عدم اعتراف. الاعتراف يكون أمام القضاء ولا يجوز في غير مجلس القضاء الإنكار؟ ها؟ وهذا الإنكار صور وإيه؟ قد يكون إنكار صريح وقد يكون إنكار إيه؟ ضمني. طب هسأل سؤال وبرضك أنا عاوز اللي يجاوب عليه. الست رفعت دعوة صحة توقيع عقد زواج، ماشي، صحة توقيع، وخدت رفض الدعوة، حكم صحة التوقيع خد رفض، يحوز الحجية يمنع إنها ترفع دعوة تانية بإثبات؟ طيب يا سيدي رفعت عليه الدعوة بالورقة غير الموثقة وقال لك التوقيع ده مش بتاعي، هل إنكار التوقيع أقدر أنا أعتبره إنكار للعلاقة الزوجية؟ يعتبر إنكار؟ ليه ما يعتبرش إنكار؟ أنا أنكرت التوقيع بتاعي. برافو. أنا بنكر التوقيع فمعناها ضمناً ممكن أنا بأقر إن الزواج كان شفوي أو الزواج ما كانش التوقيع على الورقة دي بالذات. تمام؟ واضح الفرق ما بين إنكار التوقيع. طيب أعلن المدعى عليه، الست طبعاً عملت لها حضرتك توكيل وأعلنته إنه في علاقة زوجية بين كذا وكذا وأعلن وما حضرش، هل أنا أقدر أعتبر عدم حضوره إنكار ولا إقرار؟ ها؟ ما هو إعلان يا سيدي لشخصه. يعني تفرق ما بين إعلانه لشخصه أو غير شخصه؟ أنت بتكلم نخش على حكم بقى إعلانه، والعلم الحقيقي والعلم اليقيني والعلم الحكمي والعلم الظني. طيب أعلن وحضر في الجلسة وسكت. نسمع بس بالتالي. تفضلي. تفضلي التالي. يعتبر إقرار؟ بتقولي يعتبر إقرار؟ يعتبر إقرار يعني؟ طيب بنقول حضراتكم الحالة الثانية أعلن وسكت، أعلن وحضر وسكت. يعتبر إقرار ضمني، تمام؟ طيب استثناءً. طيب هي قدمت وثيقة زواج رسمية ورفعت عليه دعوة بمتعة ونفقة وجي وقال لك أنا بأنكر العلاقة الزوجية، هل يصح الاعتداد بالإنكار في حالة وثيقة الزواج؟ وثيقة الزواج؟ ها؟ ايوه. طب ايه هيجيب ورقه ضد يعني على وثيقه الزواج؟ ها؟ هو عاوز ينكر بس، مش احنا خدنا الادعاء بالانكار والدفع بالجهاله وايه؟
وايه وعندي ايه تاني؟ ها؟ بالجهاله وبالانكار وايه والتزوير. يبقى الثابت بواسطه الزواج الرسميه لا يجوز دحضه الا بالايه؟ طعن بالتزوير. لا والله ده انا مش موقع عليها، ده انا بطعن بالتزوير، الوثيقه دي زورت علي، تمام. لكن مجرد الانكار لا يكفي لدحض ثبوت علاقه زوجيه الثابته بوثيقه ايه؟ رسميه، لا تدحض الا بالطعن بالتزوير. طيب بنت جات لحضرتك وقالت لك او لحضراتكم وقالت لك انا هعمل لك توكيل ده في الجامعه واتجوزنا وكده ومعيش ورقه، كيف يتم اثبات الزواج؟ خلي بال حضراتكم احنا لازم نفرق ما بين انه عقد الزواج اصلا هو عقد رضائي، عقد الزواج شرعا، عشان كده خلي بالكم لما اتكلمنا في الاول عن المقصود بالاحوال الشخصيه بنطبق القانون، ولا انا بطبق برضك احكام الشريعه والاحكام الشريعه الطائفيه وفيما يتعلق بالحته دي. الاصل عقد الزواج هو عقد رضائي يتم بإيجاب وقبول ويلزم الولي، في حالات معينة من حقه أنه يعترض ويتظلم قدام رئيس محكمة الأسرة بصفة قاضي أمور الوقتية بحاجات معينة، لو زوجت بأقل من كفء ليها ولم يسدد مهر المثل كده. لكن الأصل عقد الزواج هو عقد رضائي وإيجاب وقبول، وهو زواج صحيح ولو لم يوثق. بس أنا بتكلم على الإيجاب والقبول اللي هو إيه؟ الزواج العام، محفل والناس عارفة تمام، مش أقصد به الزواج اللي هو إيه الورقتين مع بعض، لا لا لا، يعني بتكلم كحكم شرعي. الزواج عقد يقوم على التراضي، إجاب وقبول والتراضي، فهو عقد زواج صحيح ولو لم يوثق قانونا، عشان كده بنفرق. يبقى هو عقد صحيح شرعا ولكنه لم يوثق قانونا، لكنه شرعا يعتبر عقد صحيح. طيب كيفية، بس ده اللي كنا بنقول عليها، عندنا أبهاتنا وجدودنا ما كانش في توثيق، لأنه التوثيق خلي بالكم ظهر سنة كام؟ ما احنا لسه قايلينها. التوثيق كان سنة كام؟ أول ظهور للتوثيق 1931 بصدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية 78 سنة 1931، لكن قبل كده ما كانش فيه توثيق. والمشرع المذكرة الإضاحية للائحة ترتيب المحاكم الشرعية قالت لك الله، ده احنا بنقيد الحجج بتاعت الرهن والبيع والتسجيل، ومع أن عقد الزواج أكثر خطراً من الرهن والبيع، فلذلك المشرع تدخل وقال لا تقبل الدعاوى عند الإنكار إلا إذا كان الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية. وقلنا توثيق الزواج بيكون الجهات المختصة، المأذون، الموثق المنتدب، ده منتدب من وزارة العدل يختصب توثيق عقود الزواج الخاصة بالمصريين غير المسلمين المتحدين في الطائفة والإيه والمل. طيب الموثق بتاع الشهر العقاري يختصب توثيق عقود الزواج الخاصة بالمصريين غير المسلمين المختلفين في الطائفة والملة، ويختصب توثيق عقود الزواج الخاصة بالمصريين في حالة زواج بإيه؟ بأجنبية. والجهة الرابعة اللي هم أعضاء بعثات التمثيل الدبلوماسي في الخارج يقومون بأعمال الإيه؟ التوثيق. طيب ما عنديش وثيقة وجات لك البنت، ولا البنت هي في الأغلب العام هي التي تلجأ لرفع دعوى إثبات الزواج، كيف تتمكني أو تتمكنوا حضراتكم من كيفية إثبات الزوجية؟ ما عنديش وثيقة، ما هي الوسائل المقبولة قانوناً لإثبات الزوجية؟ طيب قبل ما نقول الوسائل بعد إذن حضراتكم، ما هو القانون واجب التطبيق على وسائل إثبات الزواج؟ يبقى عرفت بقى أنا في الأول لما احنا قلنا يهمنا اعرف القانون الاجرائي، ما هو ده هو ده هو ده الالم بتاعي، هو ده السلاح بتاعي اللي انا اقدر اجيب به حقوق الناس اللي انتهكت، هو ده. طب انا عارف انا لما اجي ادور وانقب في القوانين انه قانون اللي هيبقى هو بالنسبه لي المرايه والعين والنظاره اللي انا هبص عليها، تمام. يبقى القانون ها. طيب ما هي الوسائل الاثبات؟ أول حاجة البينة، شهادة الشهود، هجيبها منين شهادة الشهود؟ قانون واحد لسنة 2000 ما جابليش شهادة الشهود، وقانون الأسرة ما تكلمش على شهادة الشهود، هجيبها منين؟ ها؟ برجع يبقى شوف عرفت حضراتكم لما احنا عرفنا التدرج منين؟ يبقى برجع لقانون الإيه؟ الإثبات. طيب
أنواع الشهادة البينة اللي هي الشهادة. إيه الشهادة اللي أنا من خلالها أقدر أثبت الزوجية؟ أجيب إيه؟ 2 شهود ماشي، رجل وامرأتين ورجلين وشروط الشاهد العاقل وبلوغ السن. إيه الشهادة؟ أنواع الشهادة في إثبات الزواج مهم جداً الموضوع ده. الشهادة 3 أنواع: شهادة مباشرة، وشهادة غير مباشرة، وشهادة بالإيه؟ بالتسامح. عشان حقوق الناس لو استشعرت فعلاً إن واحدة غرر بيها وكذا وفي علاقة زوجية ولكن الظروف حالت بينها، قد يكون ده سبب إن ممكن ترجع لها حقها. شهادة مباشرة، أنا شفت، أنا شاهد على عقد الزواج، دي شهادة مباشرة. طب الشهادة غير المباشرة، عشان بس حضرتك برضك لما تجيب 2 شهود تبقى عارف القضية ماشية ازاي. زي ما احنا قلنا ان انت رسالة، الرسالة واضحة هتلاقي استجابة وقبول، لا الرسالة مش واضحة هتلاقي اتجاه التاني، خط المرج مش هتروح على ايه الخط التاني. الشهادة المباشرة، الشهادة غير المباشرة هي الشهادة التي تروى عن شاهد واحد، رواية عن واحد معين قال لي انه فلان زوجة فلانة الفلانية. طب الشهادة بالتسامع النوع الثالث، يبقى شهادة مباشرة شاف، شهادة غير مباشرة بالرواية عن واحد محدد، انا سمعت من سيادة المستشار حسين بيه جمال انه فلان كذا مثلا، يبقى دي شهادة غير مباشرة بس معروف مصدرها سيادة المستشار. طيب الشهادة بالتسامع مشاع، المصدر هو يشاع في المنطقة انه كان في زوجية بنت، خلاص يبقى عرفنا الطريق الاولاني الوسيلة الاولى. الثاني ايه بقى؟ الدليل الثاني اللي انا اقدر تثبيت بيه حضرتك اثبات الزوجية ايه؟ الايه؟ الاقرار. الاقرار عادي، واحد جه اقر مفيش مشكلة، وشروط الاقرار عاقل ومدرك وعارف وكده. السؤال الإقرار، السن والأهلية اللي هعتد بيها، أهلية ولاية على النفس ولا ولاية على المال؟ عشان اعتد عنده 15 سنة وجي وقال لك أنا أقر فعلا أنا جوزت البنت دي، يعني احنا بنتكلم على الزواج كده بعد. ماشي 15 سنة. طيب ايه تاني وأدلة إثبات؟ يبقى الشهود، الإقرار، وإيه تاني؟ خلي بالكم الإقرار بيبقى حجيته قاصر على الشخص نفسه، وهو اللي بيقر كمان بثبوت الزوجية من تاريخ معين، يعني ممكن يقول لك كمان أنا ده متجوزها من 3 سنين من 10 سنين، خلاص هو ملتزم بحجية الإيه؟ الإقرار بتاعه. طيب إيه تاني؟ ماشي اليمين الحاسمة، الرسائل. طيب الرسائل، مش المادة 16 من قانون الإثبات قالت الرسائل تعتبر لها حجية الايه؟ الأوراق العرفية. يبقى الرسائل لها حجية الأوراق الايه؟ العرفية فيما يتعلق بالإثبات، بس بشرط تكون العبارات الواردة في الرسالة كذا. ولذلك محكمة النقض أرست مبدأ في دعوة مماثلة في حتة الرسائل، استخلصت من العبارات مكتوب فيها ايه؟ إلى زوجة الحبيبة وكذا وكذا، وبين من عبارات إنه في علاقة ايه؟ زوجية. الثاني حجية حكم، لو أنا ثبتت العلاقة الزوجية بمقتضى حكم قضائي، بس حكم قضائي مش الدعوة بتاعته موضوعها إثبات الزوجية، وإلا الله طب أنا هرفع دعوة تانية بالإثبات ليه؟ لا ده هي جاية بخصوص حاجة معينة وربنا كرمها، الأسباب إيه خدمتها والأسباب كانت مكملة للمنطوق، شكراً. يجوز إثبات الزوجية بمقتضى حجية حكم قضائي، بس بشرط تكون الأسباب واضحة وأساسية ومكملة للمنطوق، زي إثبات نسب. المحكمة هي وتعرض لوسائل إثبات النسب أثبتت في حيثيتها إنه في علاقة زوجية بين المدعى عليها وكده، وأنجبوا هذا الثمر، هذه الثمرة الولد، وبالتالي يعتبر ده إيه؟ كده تمام؟ حجية الحكم خلي بال حضراتكم بتكون قاصرة هنا على ايه؟ حجية الحكم، الحكم الذي اثبت العلاقة الزوجية حجيته قاصرة فقط على ثبوت العلاقة الزوجية، بمعنى ايه؟ انه ما ينفعش اخد الحكم ده وارفع به دعوة وطالب به بنفقة، وارفع به دعوة متعة
وارفع به دعوى مسكن حضانة، لا، حجيته بتكون قاصرة فقط على ثبوت الايه، حجيته بتكون قاصرة على ايه، على ثبوت العلاقة الزوجية. طيب ايه تاني؟ يبقى عندنا البينة، الاقرار، عندنا الرسائل، عندنا حجية حكم قضائي. ايه تاني؟ اليمين الحاسمة. هل يجوز اثبات العلاقة الزوجية باليمين الحاسمة؟ خلي بالكم، الشاهد ان احنا بنقول القاعدة العامة، قلنا القانون الخاص بيقيد القانون العام، فلا يجوز اللجوء للمادة 221 من قانون العقوبات. عشان بس اوري لحضراتكم انه مش دايما انا بالنص، في حالة عدم وجود نص يبقى انا برجع لقانون، لا، القانون برضك ايه، محتاج دراية وفهم. امتى الحالة الوحيدة التي يجوز فيها استئناف الحكم الصادر بالخلع؟ امتى؟ في حالة وحيدة فقط لا غير يجوز فيها استئناف الحكم الصادر بالخلع. يا راجل يا راجل، احنا سيبنا مقدم الصداء، تيجي تقول لي عرض الصلح يا راجل؟ اذا كان الرد مقدم الصداق يعتبر احد الاجراءات الاساسيه في قبول الدعوه، هي ما ردتش اقول عرض الصلح. انا هفتح الباب اصلا، ما انا ما بفتحلوش الباب، انا في الاسلام ما بفتحش الباب عشان اشوف افتح الدعوه واشوف في عرض صلح مره ولا مرتين، ردت مقدم الصداء ما ردتش، لا اقرت في محضر الجلسه ان هي تبغض الحياه مع زوجها وتخشى، ما بفتحش انا من بيجي من عند الباب، انت جاي ايه؟ انا خلع. شكرا. ما انا طيب ماشي، حاله واحده بس اللي هو حاله انعدام الحكم، انعدام الحكم، الحكم فقد مقوماته الأساسية، هذا لا يعتبر حكم، لا باين فيه تشكيل المحكمة أو صادر من يعني الهيئة بتاعته مش قضاء. الحالة الوحيدة اللي هي يعتبر حالة انعدام الحكم التي يجوز فيها استئناف أو الطعن في الحكم بالإيه؟ بالانعدام والبطلان. طيب قلنا الإجراءات التقاضي، عندي نص تاني اللي هو عدم جواز الطعن بالنقد في أحكام محاكم الأسرة بعد صدور قانون 10 لسنة 2004، منع الطعن بالنقد في أحكام الإيه؟ الأحوال الشخصية أو محاكم الأسرة، أي أحكام بعد 11/2004 مفيش طعن بليه؟ بالنقد، استثناء الوحيد اللي ليه حق الطعن بالنقد مين؟ النائب العام فقط لا غير. برضك جبنا النص، المادة ده منين؟ مادة 14 من قانون 10/2004، وأحالت للمادة 250 من قانون المرافعات التي خولت للنائب العام فقط وحده لا غير يطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة. طعن النائب العام بنقول عليه طعن قانوني، يعني طعن قانوني لا يستفيد منه الخصوم، بمعنى أنه يبقى الوضع على ما هو عليه بالنسبة للحكم المطعون فيه بالنقد حتى لو نقد، ولكن آثاره تظل منتجة بالنسبة للخصوم، ولكن هو بيعالج بالنسبة لمين؟ للمستقبل، علشان المحاكم ما تمشيش على نفس الحكم الإيه؟ الخاطئ. عشان كده بنقول عليه طعن لمصلحة الإيه؟ القانون. الحاجة الثانية الاستثنائية في القوانين الإجرائية لسه ما خلصناهاش، الأوامر على العرائض. الأوامر على العرائض حضراتكم عارفينها في القانون المرافعات، نسختين يقدم للقاضي بصفته الولائية وكيت 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 وكيت. في القاضي الأمور الوقتية اللي بيتم ان انت بتقدم الأمر على عريضة بنسختين والمستندات، وهو بيطلع لك الايه؟ الأمر على عريضة. تمام؟ الاستثناء بالنسبة للأحوال الشخصية لا يجب، في منازعات السفر للخارج أو منع السفر يجب على المحكمة أن تسمع أقوال ذوي الشأن قبل إصدار أمر المنع من السفر. استثنى من القاعدة الإيه؟ العامة. إحنا بنقول أهو القانون المادة الأولى فقرة الخامسة، يجب قبل إصدار أمر في المنازعات السفر منع السفر المحكمة أن تسمع أقوال ذوي الشأن، سماع أقوالهم يحتم على حضرتك هترفعي أمر منع من السفر القاصر أو الصغير، تعملي إيه؟ إن أنت لازم تعلني المعروض ضده فالأمر على عريضة، لازم تعلنيه وتقدم المستندات، والقاضي يجب إن هو يسمع الإيه؟ الأقوال. سماع الأقوال قد يكون شفاهة في الجلسة ويسمع حضرتك، أو من خلال المذكرات والمستندات، وده بنقول عليه استثناء من القواعد العامة الواردة في الايه؟ في القانون المرافعات، انه الأوامر الوقتية بتصدر في غيبة الايه؟ في غيبة الخصوم، لكن بالنسبة لقانون المرافعات، قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالمنع من السفر تحديدا
القانون ألزم القاضي قبل ما يصدر أمره سواء بالمنع أو إلغاء المنع من السفر أن يسمع أقوال ذوي الشأن، ولازم يكتب في الديباجة كده وبعد سماع أقوال ذوي الشأن، وإلا كان أمر من المنع من السفر باطلاً، ومن حق حضرتك تستأنفه أو تطعن فيه. أنا أكمل ولا عشان أنا شايف لا تعبت؟ لا ده الموضوعية لسه فيها كلام كتير. المرة الجاية صح كده؟ احنا لا حق المرة الجاية ماشي، هنجيب محاضرة كمان. طيب خلاص، انا كان عندي 3 4 قضايا كنت عاوز اتناقش واسالها لحضراتكم، لكن ان شاء الله المرة لو كان فيه النصيب نكون موجودين. وشاكر لكم حسن استماعكم وطيب مقامكم، واشكر سعادة حسين بيك.